اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، ورجعنا لكم من جديد فيديو جديد واخبار جديدة. اثيوبيا تستفز مصر والسودان بهذا التصريح. بداية عزيزي المشاهد، ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك معنا في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد. اكد وزير الخارجية الاثيوبي دمقي مكنون اليوم الجمعة بان مصر والسودان يحاولان ممارسة الضغوط على اثيوبيا من خلال تدويل وتسييس القضايا الفنية التي لن تؤدي الا لزعزعة الثقة بين الدول الثلاث. وقال: نثق في دور الاتحاد الافريقي في تسهيل مفاوضات سد النهضة والوصول بالعملية الى خاتمة ناجحة، مؤكدا على قناعة اثيوبيا بمبدأ ايجاد حلول افريقية للمشاكل الافريقية. جاء ذلك خلال ندوة عبر الانترنت نظمتها السفارات الاثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة ومنطقة البحيرات الكبرى بالاشتراك مع وزارة الخارجية الاثيوبية. شدد وزير الخارجية الاثيوبي على ان ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر، ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية للدول الثلاث. وفي وقت سابق قال وزير المياه والري الاثيوبي سيلشي بقلي خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، قال بأن نسبة البناء في السد تجاوزت 80%. وقبل أيام أكدت أثيوبيا التشديد على موقفها الجازم بأن يكون سد النهضة رمزا للتعاون والتنمية المتبادلة، ملتزمة بعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب السودان ومصر. وأكدت أثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه. أما من جانبها فشددت وزارة الخارجية المصرية على رفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها أثيوبيا بشأن سد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري. وجاء موقف الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها السفير أحمد حافظ تعقيبا على ما ذكرته أثيوبيا حول استكمال ملء سد النهضة حتى وإن لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد. وذكر السفير أحمد حافظ بأن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الأثيوبية تكشف مجددا عن سوء نية أثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب. وقال بأن هذا الأمر لن تقبل به مصر، فإن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية. في نهاية الفيديو شكرا لك عزيزي المشاهد، ياريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو كنت مشاهدنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.